كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم تتشرف مدينة الصاويرة وكذلك جميع المؤسسات التربوية خاصة ثانوية الفتح التأهيلية بزيارة لتلاميذ ثانوية نشر ثانوية تأهيلية. تأتي الزيارة في إطار الأنشطة التي ينظمها نادي التسامح والتعايش في التنوع بالثانوية. الهدف منها هو نشاط تواصلي بين تلاميذ المؤسسة وتلاميذ النادي بالأساس مع أصدقائهم تلاميذ ثانوية إزهاق رابين التأهيلية. وخلال هذه الزيارة وهذا النشاط تم التعارف بين الطرفين خاصة بحضور سيد مدير المؤسسة مدير ثانوية نيشر، وكذلك تشرفنا بقدوم وزيارة السيد عمدة المدينة. طبعا النشاط الهدف منه تواصلي بالدرجة الأولى، ثم كذلك برمجة أنشطة أخرى مستقبلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ريم شليل من ثانوية الفتح بالغزوة. اليوم درنا زيارة مع الإسرائيليين بهدف التسامح والتعايش، وكنشكر جمعية التسامح والتعايش لمدرسة الفتح لأنها انضمت هذا اللقاء. تعرفنا صراحة عليهم، ناس ظريفين وزوينين. حنايا كتلاميذ ديال ثانوية الفتح بالصويرة كان اليوم عندنا لقاء مع ثانوية الإسرائيلية بنيشال، تلاقينا مع إسرائيليين واللقاء كان في المستوى، تعرفنا على ثقافتهم وتعرفوا على ثقافتنا. صراحة كانوا في المستوى عالي، تعرفنا عليهم، تعرفوا علينا، تبادلنا الأفكار والكولتور. صراحة كان كل شيء زوين. اليوم جات لنا ثانوية تلاميذ من الثانوية الإسرائيلية، وقمنا بزيارة بيت الذاكرة باش يكونوا باش نتبادلوا المعلومات بيننا وبينهم، وفي إطار الكلوب ديال الكلوب التعايش والتسامح يكون باش نديروا التسامح بيناتنا وبيناتهم التعايش نتعايشوا معاهم. حنا الاولين دي جينا مع السكويلا ديالنا الصويره، وحنا فرحانين بزاف نجيوكم. انا والدي خلاكم في ماروك، انا متبيت داكشي نقدر نهضر معكم في العربيه، وديما فرحانه نتذكر كيف كانوا والديا تماك وكيف جاوا، وديما كانوا تيهضروا في ماروك على الناس اللي كانين تماك، وكما شحال تيمجاوقين يشوفوهم. وانا ما علاش خلقت في اسرائيل ما فهمتهم، تجيت انا لماروك وفهمت الناس شحال مزيانين، كيف الفرحه كبيره عباونا وتصورنا معهم وبيتهم بيتنا وفرحوا فينا، وانا فرحانه بزاف.